الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. ضياء الدين شيخ عبد الرحيم، رأيكم في أذان ضياء الدين؟ لقد فتنتني يا ولدي يا ضياء الدين ويا أنيس الثقلين، والكلمة للشيخ أحمد نحاس. ما شاء الله تبارك الله، أذان جميل. قليلا بس عند الدخول كان شوية ارتباك، لكن ما شاء الله تبارك الله تداركت هذا الشيء. الله أكبر الأولى زدت قليلا في الهمزة، ما شاء الله داركتها في الأخير. أذان جميل، اخترت المقام الذي يريح حنجرتك وأديته بطريقة جميلة، كان التأثير واضح في لجنة التحكيم. ما شاء الله تبارك الله، لا أريد أن أزيد، فبارك الله فيك. الشيخ مشاري. يا شيخ ضياء، صوتك صوت من القلب. اليوم أنا أسمع، ما أسمع حنجرة، أسمع قلب يؤذن، كل حب كل مشاعر. عززت لنا يعني معنى علاقة الحب بين الأذان وبيننا وبين الصلاة، وهذا أمر يعني نفتقر إليه. واجعل صوتك دائما من القلب، لا تدخل التكنيك أو العقل في هذا الصوت. لما فكرت أنك تقفز في العوالي خانك الصوت. في البدايات أرى يعني أنك تحقق الهمزة أكثر، تدخل دخول على الهمزة
بدون تلكؤ وبدون اهتزاز. شكرا لك. يا ولدي قلت شيئا فيك كتبته، وصوتك صوت النغمي وترنيم عجمي، حققت المزمارية بصوتك وسلمت بلاغ الله بحنانك، في تضرع خاشع ونبر من عمق روح نابع، فأنت داع إلى الله بحق متثوب في بابه بصدق، كل هذا مترجم في بحر فيوض الله عليك. فاحرص يا ولدي على الكمال بألا تعلو بصوتك إلى ما ليس له في طبقتك نوال، وعلى الله قصد السبيل. شكرا أعضاء لجنة التحكيم، شكرا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر الأولى زدت قليلا في الهمزة، ما شاء الله داركتها في الأخير، أذان جميل، اخترت المقام الذي يريح حنجرتك وأديته بطريقة جميلة، كان التأثير واضح في لجنة التحكيم، ما شاء الله تبارك الله، لا أريد أن أزيد، فبارك الله فيك. الشيخ مشاري. يا شيخ ضياء صوتك صوت من القلب، اليوم أنا أسمع، ما أسمع حنجرة، أسمع قلب يؤذن، كل حب كل مشاعر، عززت لنا يعني معنى علاقة الحب بين الأذان وبيننا وبين الصلاة، وهذا أمر يعني نفتقر إليه. واجعل صوتك دائما من القلب، لا تدخل التكنيك أو العقل في هذا الصوت. لما فكرت أنك تقفز في العوالي خانك الصوت في البدايات، أرى يعني أنك تحقق الهمزة أكثر، تدخل دخول على الهمزة بدون تلكؤ وبدون اهتزاز. شكرا لك.